اهلا وسهلا بيكم. موضوع حلقتنا النهارده موضوع مهم جدا، وهيساعدكم بشكل محوري في الاستفاده من اي معلومات تمر عليكم سواء من عندي او من عند غيري، ولكن هي هتساعدنا بشكل خاص في الاستفاده القصوى من اللي بقدمه لكم في حلقاتي الصوتيه هنا على يوتيوب وحتى في البوستات على فيسبوك. انا من خلال متابعتي لتعليقاتكم والتفاعل على الحلقات الصوتيه هنا عن النرجسيه بدات اكتشف مشكله واضحه، إن في ناس كتير عندهم صعوبة فعلية في توظيف المعلومات اللي بتوصله. هما بيسمعوا وبيفهموا وبيركزوا كل حاجة، بيذاكروا يعني كويس، بس ما بيعرفوش يعملوا إيه بالمعلومة دي حتى بعد ما ذاكروها. ما بيعرفوش يستخدموها لتفصيل حلول خاصة لمشاكلهم الشخصية بظروفهم الشخصية. عايزين حلول تفصيل، عايزين ياخدوا رد شخصي على مشكلتهم هما بالذات، رغم إن كل المعلومات اللي في الحلقة يقدروا يستخدموها في تفصيل حل لنفسهم، رغم انهم عارفين المعلومة فعلا. كل المطلوب انهم يجهدوا ذهنهم شوية في تركيبها على تفاصيل حياتهم واستنتاج الحل منها. فلازم اسأل نفسي كأديوكيتر، انا قلتلكم ان انا شغلتي التدريب والمحاضرات، وبشتغل في القصة دي بقالي 30 سنة، بدي training courses للناس من كل الجنسيات في مواضيع معقدة جدا بالعربي وبالانجليزي، وعمر ما قابلتني المشكلة دي. عمر ما قابلتني مشكلة ان انا اشرح موضوع بمنتهى التفصيل وفي نفس الوقت بمنتهى السلاسة والسهولة والمنطقية، فالناس تقدر تتابع فعلا نقاط الموضوع زي ما كلكم بتقولوا لي، وفي نفس الوقت يوصلني أسئلة بتوري انهم مش عارفين يستخدموا المعلومة. فده بالنسبة لي حاجة غريبة، قعدت افكر شوية واكتب كده ملاحظات واحاول افهم، فتوصلت للآتي، ان مثلا حوالينا الناس كتير في المجتمع بيروحوا كل وقتهم الفاضي يقضوه في انهم يحفظوا قرآن ويحفظوا تفسير ويحضروا دروس دين، بس لما يكحوا يروحوا يستفتوا شيخ، رغم ان هي نفس المعلومات اللي هم عارفينها طول عمرهم بيذاكروا فيها دي في عشرات الساعات. يعني لو جينا نقيس على الساعات المعتمدة للحصول على شهادات مثلا، هنلاقي في ناس كتير قوي حوالينا بيمارسوا أنشطة يقدروا ياخدوا فيها ما يوازي الدكتوراه من عدد الساعات المعتمدة، ولكنهم لا يستطيعون توظيف هذه المعلومات بأي شكل مفيد في حياتهم. فلقيت نفسي ان انا عايزة اشرح لكم بوضوح الفرق بين جمع المعلومات والتعلم، الفرق بين اني الم قدر مهما كان من المعلومات، اي يعني مهما كانت قيمة ومهما كانت ثرية ومهما كانت مفيدة، وبين اني احول هذه المعلومات لحاجة استفيد بيها. بالضبط زي ما واحد ينزل السوق يشتري قماش غالي وجميل جدا وبعدين يسيبه بلات قماش كده مطبقة حطتها في البيت ما بقتش بدل ولا فساتين، فلازم يتعلم يفصل منها ازاي بدلة وفستان، صح كده؟ فده بقى اللي انا عايز اشرحه في الحلقة دي والحلقة الجاية ان شاء الله، لان معلومات كتير. انا كنت فاكرة ان انا هعمل حلقة واحدة، اتضح لي ان الموضوع كبير لما قعدت اكتب وعد الحلقة دي، فهقسمها على اتنين. فالحلقة دي عايز اشرح ايه الفرق بين المعرفة والخبرة بسرعة، يعني هشرح فين اصل المشكلة. الحلقة دي انا عايز اشرح المشكلة دي جت منين، والحلقة الجاية هأشرح لكم بالتفصيل الفرق بين المعرفة والخبرة، وهل المعرفة هدف في حد ذاتها ولا في خطوات تانية احنا مش عاملينها لازم نعملها، وازاي مرن مخي ان هو يشتغل صح. فالاول هشرح لكم المشكلة جاية منين عشان تقتنعوا معايا ان احنا عندنا مشكلة في الحلقة دي، وبعدين الحلقة الجاية هناخد التمارين العملي، هديكم تمارين عملي وهشرح بوضوح مهارات التفكير شكلها ايه وايه اللي ناقصنا ونجيبه منين. تمام؟ الفكرة هي، هل يكفيني اني اذاكر معلومات عن موضوع وكده بقت خبيرة فيه، ولا لسه الطريق طويل؟ تمام؟ ده اللي هنتكلم فيه في الحلقة دي والحلقة الجاية ان شاء الله. مثال عشان الصورة توضح، لما اقولك مثلا اكتب بوست اقول فيه على فكرة خدوا بالكو حصل بحث مبارح، هي دراسة كبيرة جدا انترناشنال ومعتمدة والمصادر بتاعتها قوية وصادقة بتقول خدوا بالكو الاكل الفلاني بيجيب سرطان، فالناس تتخض وتعمل شير في كل حتة، وانتي تروحي كل جروبات واتساب بتاعتك وبتاعت الماميز والعيلة والصحاب وفي كل المجموعات النسائية على فيسبوك تعملوا شير للبوست وتقولوا خدوا بالكم يا جماعة ما تجيبوش الأكل الفلاني ده أحسن، ده باين انه بيجيب سرطان، وبعدين تدخلوا المطبخ تطبخوا نفس الأكل ده لعيالكم وتاكلوه عادي جدا كل يوم. فإذا في الحالة دي المعلومة اللي حصلتوا عليها ما تحولتش المعرفة مفيدة في حياتكم بحيث تبقى خبرة تستفيدوا منها تطوروا على أساسها حياتكم. قيسوا على ذلك بقى كل حاجة قلناها في هذه القناة وفي أي بوستات عندي على فيسبوك عندي وعند غيري، أي معلومة وصلت لكم قيسوها على المثال اللي أنا قلته ده، لأن كلنا بنوع في نفس الغلطة دي. لازم الواحد يبذل مجهود عشان يتجاوز فكرة إن هو يقعد يلم معلومات ويبقى عنده معلومات عارفها كويس ما بيطبقش منها ولا حاجة في حياته. في الحالة دي تبقى المعلومات دي عبارة عن
زيها زي عدمها، مجرد تسلية، وأنا مش عايزة مجهودي هنا يتحول لمجرد مسلسل مسلي بتستنوه، تسلية لطيفة تسمعوها وتقوموا تعملوا اللي كنتوا بتعملوه تاني وتغلطوا نفس الغلطات تاني وما تعرفوش تاخدوا قرارات تاني. ومش عايزة بعد ما الناس تسمع الحلقات يرجعوا يسألوني تاني أعمل إيه في مشكلتي وتحكي لي تفاصيل مشكلتها هي نفسها اللي أنا بحكيها في الحلقة. طيب ما أنا قدمت لكم حلين في آخر كل حلقة، يا إما تطبقوا اللي اتعلمتوه بنفسكم، يعني عندكم القدرة إن أنتوا تاخدوا المعلومة دي تحللوها وتفهموها وتطبقوا منها على نفسكم، يا إما مش قادرين تستعينوا بمتخصص، لأني مش دكتورة وما بديش استشارات شخصية، أنا بقول الجملة دي في نهاية كل حلقة. فين المشكلة؟ ليه الجملة دي بالذات كأن عمري ما قلتها؟ ليه الجملة دي بالذات في ذاكرة انتقائية كده؟ اسمعوا الحلقة كلها والجملة دي بالذات ما بتتسمعش، لدرجة ان في ناس بتكتب في التعليقات انت ما بتقدميش حلول في الحلقة، امال انا بعمل ايه؟ امال انا كل اللي بعمله ده عبارة عن ايه؟ فاذا المشكلة عامة في عدم القدرة على استنباط الحلول الشخصية من المعلومات، وده اللي هنتكلم فيه دلوقتي. اولا موضوعنا الحلقة دي المشكلة دي سببها ايه؟ الدمار الفكري اللي تسبب فيه نظام التعليم في الاجيال السابقة في العالم العربي كله، المبني على الحفظ والتسميع والتخويف من التفكير الابتكاري وحل المشكلات او التفكير الناقد او القياس والاستنتاج. الكلام ده كان موجود في جميع الاجيال السابقه، لكن مؤخرا في بعض الدول العربيه الاسلوب ده تطور جدا لاساليب حديثه، وبقوا الناس بيدرسوا في المدارس والجامعات باساليب متطوره جدا مفيش فيها الاسلوب العقيم ده، مش اسلوب صم، مش اسلوب حفظ وتسميع. ولكن للاسف في البعض الاخر ما زال نفس الاسلوب العقيم اللي الزمن تجاوزه من زمان في العالم المتقدم. بجانب مشاكل التعليم والمفاهيم الاجتماعية الخاطئة، إن التفكير حكر على ناس معينة، ده اسمه مفكر. يعني إيه مفكر؟ وبقية الناس إيه؟ يعني مش عايزة أقول اللفظ، يعني إيه واحد اسمه مفكر شغلته مفكر، شغلته يفكر، وإحنا نعمل إيه نقفل عقلنا؟ يعني كل إنسان خلقه الله مكرم بالعقل فهو مفكر يا جماعة، الفرق بيننا وبين الحيوان هو الفكر، هو التفكير، صح؟ فإحنا في العالم العربي بنسمي بعض الناس مفكر، وده ناقد، وده مش عارف ايه. طب ما انت كل ده، كل واحد فينا المفروض ان هو يكون ده، والباقي يعمل ايه؟ ياكل هو ساكت، ما يفتحش، ما لوش دعوه، انت مش مفكر، انت مفكر لا، يبقى انت ما تعملش زي ما هو بيعمل. في مشكله نفسيه مهمه متعلقه بقى بموضوعنا هنا بالذات، بما اننا بنعمل توعيه عن المشاكل النفسيه، وهي الانكار. لما بيكون حد في مشكله جامده وعارف ان الحل مؤلم ليه، بيعمل ايه؟ بيعمل حيل الدفاع نفسي، بيضحك على نفسه ويكون حاجة جواهية جوا دماغه يسكت بيها ضميره عشان ما يحلش المشكلة، ويبدأ يتفادى أي معلومات عنها. طب يحصل إيه لو عدى عليه المعلومة؟ افرض واحدة فيكم أو واحد فيكم من اللي بيسمعوني عامل كده، وبعدين واحد صاحبه أو واحدة صاحبتها بعتت لهم لينك للحلقة وسمعوا غصب عنهم الانفورميشن اللي أنا بقولها اللي فيها حل مشكلتهم اللي هم مش عايزين يعملوه ده. حرفيا بيبقوا قافلين عقلهم انهم يستوعبوا المعلومه اللي هم خايفين منها دي او يوظفوها، فاما هيهربوا من المعلومه خالص ويرفضوا سماعها، او لو اضطروا هيقفلوا وعيهم عن استيعابها، سواء كان ده بيتعمل عمدا او غصب عنهم مش فاهمين انهم بيعملوا كده. ودي المشكله اللي ظهرت لنا في التعليقات تحت مشكله النرجسيه بالذات، لانها هتضطرك تاخد قرارات بناء على اللي عرفته ده. مفيش طريقه ان انا بعد ما اعرف معلومه اقول لمخي اعمل نفسك ما شفتهاش، فالحل ان انا ما اسمعهاش او اقفل وداني وهي بتتقال. واللي هيحصل ان المعلومه دي ما دام عدت عليك هتظهر لك في شكل قلق وتوتر، لان انت عارف انها موجوده، او في الاحلام، او لما الواحد يسرح بخياله كده هيقعد يتخيل كل شويه الحل الوحش المؤلم اللي هو مش عايز يعمله ده لانه عدى عليه ولانه مش قادر يقول لمخه كانك ما سمعتوش قبل كده. بالنسبه للتعليم، مشكله التعليم التلقيني بيحد من تفكيرك، بيدمر قدرتك على التعامل مع المعلومة باستقلال، تاخد المعلومة تفكر فيها لوحدك منفردا حرا مع نفسك مش تحت رقابة الأستاذ، وتستخرج منها فوائد مبتكرة، فوائد ليك، لأن كل إنسان يعني فريد، مش زي حد، كل إنسان فينا مختلف عن الباقيين، وبالتالي أي معلومة، نفس المعلومة لما تعدي على كل واحد فينا ملايين من الناس لازم يبقى لها ملايين من طرق الاستيعاب وملايين من طرق الاستخدام، لأن كل واحد فينا هيركبها في السيستم بتاعه الشخصي اللي مش شبه حد ده، صح؟ لكن التعليم التلقيني بيطلب منك أنك تبقى زي كل الناس، كل الناس تفكر بنفس طريقة، كل الناس تاخد معلومة تعمل بها نفس الحاجة، اللي هو إيه؟ إننا نحطها في الامتحان لما نتسأل في حاجة اسمها الإجابة النموذجية. إيه الإجابة النموذجية دي؟ إحنا نكتب لك الإجابة وأنت تقعد تصمها، ولما يجي لك السؤال نعتبرك شاطر ومتفوق، متفوق، ندخلك فصل متفوقين، ان انت عرفت تكتب الاجابه النموذجيه اللي مش من تفكيرك، اللي حد تاني قالها لك فانت حفظتها وحطيتها مكانها. والتعليم في نفس الوقت نظري، ما بيعلمكش المعلومات اللي في كتب المدرسه دي، فايدتها ايه في الحياه الواقعيه؟ يعني تقعد تدرس نظريات 90% منها قديم، وفي نفس الوقت
اعمل بيها ايه بقى؟ ما انتش عارف، هو انت بس ذاكرها وامتحن فيها وامتهن. مشكلة عدم تدريس مهارات التفكير كمان، خاصة التفكير المنطقي والتفكير الناقد. التفكير المنطقي اللي بيجاوب على أسئلة تبدأ بكيف، إزاي ده بيحصل، والتفكير الناقد اللي بيجاوب على أسئلة تبدأ بلماذا، ليه ده بيحصل. مفيش ده، ما بندرسش المهارات دي، بتدرس في سن 6 سنين يا جماعة في المدرسة في العالم المتقدم. مشكلة بقى متعلقة، بقى مشكلة متعلقة باللي احنا بنقوله، التربية في مجتمع النرجسي. مالها بقى؟ السيطرة الأبوية، إن دايما أنت في الأسرة كده في ناس أكبر منك فاهمين مصلحتك أكتر منك، المفروض هم يقولوا لك وانت تقول حاضر، هم يقرروا وانت تقول حاضر، ولو طلع غلط او مضر هم الغلطانين بقى، لان هم اللي خدوا الديسيجن. انا كنت مفعول بيه، انا ضحيه، انا غلبان، ماليش دعوه، تمام؟ ونطلع نفسنا ضحايا. ده اللي بيطلب مني لما بتسال اطلق ولا استنى، اخليه يشوف عيالي ولا اخد العيال، عشان انا اللي قرر. دي كده مش تبقى نصيحه، ده قرار، تمام؟ فبقى انا اقرر لك، اقرر بالنيابه عنك، بحيث لو طلع غلط ابقى انا اللي وحش وانت ضحيه، مع ان دي اسمها قرارات شخصيه، محدش غيرك المفروض ياخدها مهما كان هذا الحد قريب منك، فما بالك بحد غريب. راي اي حد حواليكي في هذه القرارات مهما كان قريب مجرد راي استشاري، لانك لو مؤهله تتجوزي وتخلفي فالمفروض تكوني مؤهله نفسيا لاتخاذ قرارات تسير الحياه لنفسك ولولادك، والا تبقي اتسرعتي في قرار الجواز وظلمتي نفسك وظلمتي ولادك. وده تحذير للي لسه على البر، لازم يتعبوا في تهيئه انفسهم لتحمل مسؤوليات الحياه الحقيقيه، مش الحياة التخيلية الرومانسية بتاعت الأفلام، وبعدين يصدموا بتوقعات غير واقعية بعد كده. التربية النرجسية دي زي ما شرحنا في الحلقات الكتير اللي فاتت بتضعف الثقة في النفس، وبتضعف أو بتخوفك من الاعتداد بالرأي المستقل، وبتتوقع منك المثالية المفرطة، وترعبك من التجربة أحسن تغلط، لأن الغلط ده مصيبة، مأساة، يعني هو الموت سواء يعني بالنسبة للشخص المثالي المتربي في بيئة نرجسية. فالنتيجة مفيش اكتساب معارف وخبرات جديدة، لأن مفيش معرفة من غير فشل، فتفضل حياتك كلها محصورة في فكرة الإجابة النموذجية، اديني إجابة وأنا أطبقها، قول لي أعمل إيه وأنا أروح أعمله. أيوة، أنت مخك بتعمل بيه إيه؟ بستوعب اللي أنت بتقوله أروح أعمله، بس كده. عندنا كمان مشكلة الرعب من الرفض، عيب نقول لأ، ولو حد راجعنا، يعني لو قلت حاجة في واحد قال لك أنت متأكد من الرأي ده، تروح متراجع على طول بسرعة جري أحسن تطلع غلط، لانك بتشك في نفسك انك غلط، ولان ما عندكش حجه تدافع بيها عن رايك. كل ده متعلق بنفس المشكله اللي انا بقولها دي، كل ده متعلق بمهارات التعلم ومهارات التفكير ومهارات تحويل المعلومات لمعرفه ثم الى خبره، اللي هنقعد نشرح فيها دلوقتي. عندنا مشكله ميجر كمان اتكلمنا عليها في الحلقه اللي فاتت، وهي مشكله انعدام مهارات النقاش المنطقي والدفاع عن وجهه النظر بمعلومات موثقه وحقائق وارقام. بنعمل ردود افعال عاطفيه فقط، والنتيجة إننا يا بنتخانق يا بنتقمص، ما بنعرفش نعمل مناظرة أو حوار أو نقاش بناء وهادف بهدف الوصول للحقيقة وتصحيح المسار، مش الانتصار على الخصم. فدي مهارة كبيرة جدا وبرضو ما بنتعلمهاش. مشكلة تانية، ودي مشكلة خطيرة لأنها في المجتمع بجميع طبقاته، وهي مشكلة المفاهيم الدينية، إن أنت توقف عقلك وتحفظ وتردد بدون تساؤل ولا بحث لإيجاد إجابات، وإن في ناس شغلتها تفكر بدالك وتديك الكلام أنت تقول زي ما هم بيقولوا. لو حاولت تفكر لوحدك او تبحث او تتفكر، مع ان التفكر ده عباده، التفكر عباده ربنا بيدي عليها ثواب زي الصلاه، لو حاولت تتفكر تتهاجم، انت كده غلطان، انت فاكر نفسك شيخ، انت مين؟ لازم تقتنع ان انت غير مؤهل لفهم اساسيات دينك بدون الاستعانه بحد يشرح لك، رغم ان النصوص في ايدك بلغتك، ولو عملت غير كده تتهاجم. كل اللي انا قلته ده اساسه مشكله مفهوم خاطئ ان الحد من تفكيرك هو حماية لك، وده اسلوب في حد ذاته نرجسي، ان انا اعرف اكتر منك وان انت تفكر من خلالي. مش احنا اتفقنا ان ده النرجسي بيفكر كده، ان انت تفكر من خلالي، انا اللي قرر لك تشوف ايه، انا اللي قرر لك ايه الصح وايه الغلط، انا اللي اقول لك القرارات ان هي اللي تتخذ ازاي. فلما كل الناس تتربى بهذا الشكل يصبح عندهم مفهوم وعي جمعي كده، الناس كلها فاهمة ان هي دي طريقة الحياة، ان انا لازم اما اروح اجيب حل لمشكلتي ادور على حد يحللي، مش انا احل مشاكلي بنفسي. اما يعد عليا معلومه انا مقتنع مسبقا ان انا غير مؤهل لاستخدام هذه المعلومه، فانا اخدها احطها في الارشيف كده، ويوم ما احتاج استخدمها اروح اجيب حد تاني يعمل لي برضو. المجتمعات المتقدمه دلوقتي بتعلم الناس حاجه اسمها do it yourself، بقت في مهاره اسمها اصنع كل شيء بنفسك. ما بتروحش تجيب سباك الا لما تجرب بنفسك، لان انت اتعلمت سباك
بتعرف تصلح، فتصلح الاول تجرب، هتعرف تعملها، مش هتعرف تروح تجيب سباك. النجاره، السباكه، الميكانيكا، العربيات، دهان البيوت، اصحابي الاجانب كلهم بيبيضوا بيتهم بنفسهم، ما فيش حاجه اسمها نقاش ور الا لو كان يعني فيري ديفيكولت جوب، يعني هنقلب البيت يعني، لكن مجرد تغيير لون حيطه دي الاطفال بيعملوا اوضهم. كام مننا بيعرف يعمل الحاجات دي؟ منكم ناس هيقول لي انا بعرف، ماشي، بس هل دي مهاره موجوده في المجتمع عاديه كل الناس تعملها زي ما موجود في بعض المجتمعات التانية؟ لا. ليه؟ لاننا تعودنا على ان انا ما اعرفش انا غير التخصص بتاعي واللي انا بعرف فيه ده بس، ماليش دعوه. طب وكل المعلومات اللي بتعدي عليك كل يوم في السوشيال ميديا دي بتعمل بيها ايه مثلا؟ لا، معلومات عامه. ودي مصيبه تانية، عندنا فكره حاجه اسمها معلومات عامه. يعني ايه معلومات عامه؟ يعني ايه يا جماعه؟ في حاجه اسمها يا ثقافه يا جهل. الثقافه هي ان ناخد المعلومه استفيد بيها، الجهل هو ان انا اخد المعلومه ما اعملش حاجه بيها باختصار شديد. ف الحفظ والتلقين مشكله واحده من مشاكلنا. فاذا الحفظ والتلقين مشكله واحده من مشاكلنا، احدى مشاكلنا. المشكله الاكبر ان محدش كتير يعرف يعني ايه مهارات التفكير اصلا، فطبيعي مش ناس كتير تعرف ازاي تستخدمها عشان يتعلموا، لا ذاتيا ولا من خلال معلم. ذاتيا ما هو التعليم الذاتي دلوقتي هو اهم نوع من التعليم في العالم كله، خصوصا بوجود الانترنت وبوجود كل وسائل التعلم المتاحه لينا في بعض الاحيان كتير جدا ببلاش تحت ايدنا. فاذا مهارات التفكير جزء لا يتجزا من مهارات التعلم الذاتي، والا انا هقعد الم معلومات مش هعرف اعمل بيها ايه. ودي حاجه مهمه تانية، لو طول الوقت مستنيين الاجابه النموذجيه عشان نحفظها ونرددها لما نتسال، لكن لما نيجي نطبق نتلبخ، فمش هيبقى فيه اي تطبيق عملي حتى لهذه الاجابه النموذجيه في حياتنا. ودي حاجه خطيره جدا، وانا احب جدا اكون جزء من اصلاح هذه المشكله الخطيره عندنا وعند الاجيال الجديده اللي طالعه تنتبهوا لها في اولادكم ان شاء الله، علشان ما يكونش عندهم هذه المشكله. هل المعرفه هدف في حد ذاتها؟ وايه الفرق بين المعرفه والخبره؟ وازاي امرن عقلي يبدا يفكر صح ويحول المعلومات لتعلم وخبرات؟ كل ده هنتناقش فيه بالتفصيل وعملي كمان في الحلقه القادمه ان شاء الله. فحتى ذلك الحين ارجو ان انتوا تفكروا شويه في الكلمتين اللي انا قلتهم دول، وتبصوا على الحلقات اللي فاتت. اشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله.